علي ارجع علي علي ارجع شفت يما شو اخبارك حبيبتي؟ كيف انت؟ ان شاء الله مبسوطه. شوف امي ختياره هيها من الجال الثاني، اذا بصير لها اي اشي لا سمح الله بلحقش اشوفها، يعني في حالة حصل لها اي مكروه لا سمح الله يمكن بلحقش فيها روح اللي اتكلم معها اللي ابوسها اللي تسامحني ترضى علي. يعني شو بدي احكي لك؟ صعب. عيب 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 تعطي تصريح وصلاة من 5 الصبح للسبعة بالليل واحنا هون لاربع ساعات مش عارفين ندخل. واحدة جندية كلبة جوا بندخل بدون انا بدي اذلكم. فشلت، احنا ما بننزل باذن الله ما بننزل. عادي 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 كنا نرسل.